مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي بنتابع فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدنا أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام الشافعي، مدير تحرير جريدة الوفد. أستاذ إسلام صباح الخير. صباح. منورنا. نبدأ جولتنا الإخبارية باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وذلك بمقر قصر الاتحادية، حيث عقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا فتحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله، وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض الاتفاق، ومن ثم نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التي تمت مناقشتها مع الرئيس الصومالي. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، متابعا رسالتي إلى إثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا، يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من الموانئ، وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك. أستاذ إسلام، يعني لقاء مهم في توقيت، يعني عايز أقول توقيت بالغ الدقة وشديد الحساسية، ويعني أنا استشعرت أن رئيس جمهورية الصومال الرئيس حسن شيخ محمود جاء يعني لجاي يستنجد بمصر، يعني هذا ما شعرته، ومصر والرئيس السيسي استقبلوه، وأعتقد أن الكلام اللي قاله السيد الرئيس كلام مطمئن إلى حد كبير جمهورية الصومال الشقيقة. لكن أنا عايز أقف عند لماذا تفعل أثيوبيا هذا؟ هل أثيوبيا خليني أقول هي من تحارب أو ستحارب، أو هي الجندي بالوكالة عن أطراف أخرى؟ يعني نفهم القصة إيه؟ هو القصة من البداية أثيوبيا دورها بدأت تلعب أدوار خبيثة، وزي ما حضرتك تفضلت وصفتيها إنها بتلعب أدوار بالوكالة. تواجد أثيوبيا في المنطقة على البحر الأحمر هو تواجد خبيث وتواجد غير مريح. الاتفاق اللي وقعته مع ما يسمى بأرض الصومال، ومبدئيا ما فيش دولة اسمها أرض الصومال، يعني ده إقليم أو جزء من دولة الصومال، أعلنوا انفصالهم ومفيش حد اعترف بيهم. الكلام ده من سنة 91، بتكلم في 33 سنة تقريبا، مفيش أي دولة أو جهة أو منظمة اعترفت بيهم كدولة، وهي أرض تابعة للصومال. أثيوبيا بتنتهز انشغال العالم العربي بأحداث غزة، انشغال العالم بحرب روسيا وأوكرانيا، ونازلة تنقض على جزء من دولة الصومال. طبعا أظن أن دولة الصومال دولة عربية، سبناها أكتر من 30 أو 40 سنة في حرب أهلية، في مجاعة مات فيها أكتر من 300 ألف إنسان، ما مديناش إيدينا ليهم. فبالتالي هم أو يعني حتى المساعدات التي قدمت عربيا ودوليا لم تستطع أنها توقف الصومال كدولة على رجليها تاني من جديد، فبالتالي هي كانت مطمع لأثيوبيا. العلاقة تاريخيا بين أثيوبيا وبين الصومال علاقة غير حميدة، يعني نشب بينهم حرب قبل كده. الصومال سندت إريتريا في حربها ضد أثيوبيا، فبالتالي الانقضاض الأثيوبي هو ده على الأرض الصومالية، ده الاعتداء والمخالفة للقانون الدولي. ما ظنش بقى ان يعني الأمم المتحدة او المجتمع الدولي هيتراجع او هيبقى ضعيف قدام أثيوبيا، لان دي حالة احتلال. من يسمون انفسهم بأرض الصومال او من وقع الاتفاقية او التفاهمات مع أثيوبيا وليس له اي صفة رسمية، لا يملك حق توقيع اتفاقيات او ما شابه، فده نوع من الاحتلال. وزي ما قال الرئيس الصومالي في تصريحات ليه قبل كده، قال ان احنا
يعني لو هتأدي الحرب هندخل حرب، لأن ده احتلال مباشر لأرض الصومال. ده أنا معاك لو المجتمع الدولي هيقف مع الصومال ضد أثيوبيا، لأن ده يعتبر احتلال، لكن من يقف وراء أثيوبيا؟ ما هي دي النقطة، من يقف وراء أثيوبيا ومديها هذه القوة، وفي حالة نشوب حرب، إن كان حرب أهلية أو حرب ما بين إثيوبيا والصومال، مش صومالي لانس يعني، أنا بتكلم ما بين أثيوبيا والصومال. لا، ما هو الصومال يعني دولة الصومال. طيب من يساند أثيوبيا؟ ما احنا دلوقتي برضو ما احنا عندنا وضع، ما انت شايف في السودان، ما هو في ناس بتساند حميدتي والبشير، والحرب دايرة، وبالعكس حرب شديدة جدا 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 لأقصى درجة. من وراء؟ انا مش عايز اقول ان هما بيحاولوا، انا مش عايز اقول اسمي، بس أنا مش هل اللي وراء أثيوبيا بهذه القوة ان مديها كل الجرأة وده انها في حالة حدوث حرب؟ انا معاك، تقلقيش انا معاك. ما هو في طبعا واضح جدا ان أثيوبيا بتلعب دور بالوكالة، هما عايزين يكملوا، انا ما كنتش عايز اقول الكلام ده، بس هما يبدو ان هما عايزين يكملوا الدايرة حوالين مصر، حاولوا استفزاز مصر بموضوع النيل. النهارده نازل أبي أحمد على البحر الأحمر، وأساسا الاتفاق ميناء وأرض عسكرية، يعني هو حتى ما قالش إن أنا عاملها للتجارة يبقى ليا منفذ بحري لتجارتي أو بتاع، لا ده هو في الأساس هيكون ليه قاعدة عسكرية في البحر الأحمر. ومش عايز أقول إن الكتاب والمحللين الأثيوبيين نفسهم ذكروا اسم مصر ان هي هدفها الدفاع والدفاع عن حقوقهم المزعومه اللي بيقولوا عليها في النيل، يعني انا مش عايز اقول الكلام دوت، بس هو بيصرح او هم صرحوا من اثيوبيا وصحف اثيوبيه صرحت بده ان الهدف الرئيسي حمايه اثيوبيا في حال حدوث اي صراع حوالين المياه في النيل، يعني هم قالوها مش محتاجه تحليل ومش محتاجه ان احنا نقعد نتنبأ او نفكر نقول هم عايزين ايه. فهو استكمال، وانا مش عايز اقول ان هي المساله يعني بدا العالم يتحول، ما لم تتدخل الامم المتحده في هذا الامر وما لم يكن لمجلس الامن وللمجتمع الدولي كلمه حاسمه، ستندلع حرب جديده في هذه المنطقه، وستفقد الامم المتحده دورها وستفقد اهميتها وثقلها في العالم. لابد من وقف هذا الاعتداء، والا يعني خلاص هي دلوقتي اي حد عايز يعمل حاجه أو يقدر يعمل حاجة بيعملها، يعني كده أثيوبيا أعتقد إن المجتمع الدولي ما وقفهاش، يبقى أثيوبيا عايزة تجرب نفسها في حرب في منطقة الصومال، هي بالوكالة عن مين ده ما يهمناش، المهم هم يعملوا حساباتهم كويس ويعرفوا إيه اللي هيعملوها في الحرب ديت. والمفترض إن المجتمع، مش كل حاجة بقى على مصر، مش هنقعد نقول مصر، إحنا يعني بجد يعني زي مش عايز أقول بالبلد نلاحقها منين ولا منين يعني، بس المفترض إن الصومال دي دولة عربية، والمفترض ان في جامعة دول عربية وفي مجموعة من الدول المفترض انها تقوم بدورها لحماية هذه الارض العربية التي تتعرض للاحتلال. ويعني من البجاحة الصومالية الاثيوبية ان هم بدأوا الكلام بقاعدة عسكرية، انا عايز اعمل قاعدة عسكرية، ومن سنتين بدأوا يدربوا قوات بحرية، يعني انت متخيلة دولة هي اصلا ما عندهاش قوات بحرية، فبدأ قال لك انا هاخد ارض وهأسس قوات بحريه في المنطقه ديت، اذا انت ليك اطماع عدوانيه وليست دفاعيه، انت بعيد عن الميه، انت مالك من الميه، انت نازل بقى عند البحر ونازل تقول عايز اعمل قاعده عسكريه، يبقى انت ليك اهداف عدوانيه واهداف عسكريه وانت بتحتل ارض. يعني اللي حصل ده لا يجب ان نقول عليه اتفاق، ولا يصح ان تكون اتفاقيه او ورقه للتفاهمات، ده احتلال رسمي ومباشر. صحيح، لكن الوضع ده بيقول لنا ان احنا القانون الدولي عليه السلام ونحن في قانون الغابة الان. ما هو احنا هنستنى بقى يعني. ده كده قانون الدولي، ما حدش بقى يقول قانون دولي، ده بقى في طي النسيان، احنا دلوقتي في قانون الغابة. ما هو احنا بنقول اللي الاحتلال بيعمله في غزة وعدم تطبيق اي قرارات دولية واي اوامر دوليه بتصدر او اي فعاليات دوليه بتصدر لوقف الاحتلال في غزه عن حرب الاباده اللي بيرتكبها، بنقول ان ده بيهدد وجود الامم المتحده نفسها ومؤسساتها وهيئاتها. النهارده اثيوبيا جايه بالوكاله برضو بتكمل على القصه ديت، فانا شايف ان ده تحدي كبير امام المجتمع الدولي وامام اهميه وفلسفه وجود
وجدوى وجود الأمم المتحدة، إن استطاعت أن توقف هذا الاحتلال، استطاعت أن ترضع أثيوبيا، أصبح هناك مبرر لوجود الأمم المتحدة. إن لم تستطع خلاص أثيوبيا هتخش في حرب مع الصومال، الصوماليين مش هيسيبوا أرضهم، وخلاص هي بقى وراها اللي بيساندها، والصومال أكيد هيكون وراها برضو اللي بيساندها واللي بيدعمها. ولازم نبقى فاهمين كويس إن التواجد الأثيوبي هو تواجد خبيث، ووجوده في البحر الأحمر هو تهديد لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر، وتهديد للدول العربية، وتواجد غير حميد وغير مرحب به. طيب أنا ما زلت مع أخبار رئاسة الجمهورية، حيث صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشاركان في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية يوم غد 23 يناير الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد المستشار أحمد فهمي أن هذا المشروع يشكل في الأساس أهمية كبيرة للغاية لعدة اعتبارات، حيث يعد المشروع استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي، ويعود هذا التعاون حاليا من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء. يعني أنا يعني الخبر ده ريحني نفسيا، يعني عارف الخبر الأولاني مزعج مزعج طبعا، مزعج لينا. الخبر الثاني يعني في بارقة أمل، لأنه مشروع مهم، مشروع ضخم، وكفى أن في كلمة روسيا. مظبوط. يعني أنا مش هقول أكتر، كفى أن في كلمة روسيا. وروسيا بالنسبة للمصريين، لا، روسيا من زمان مع المصريين، يعني روسيا دي شيء جيلي على الأقل، الجيل اللي قبلي وكده، العلاقات الممتدة، مش بس سد عالي وأسلحة روسية وخبراء روسيين و العلاقات وثيقة جدا بيننا وبين روسيا، وكمان في محطة الضبعة النووية في هذا المشروع الضخم. فيعني معرفش قولي أنا صح ولا غلط، أنا استشعرت أنه إعلان أمام العالم بأن روسيا ومصر التقارب كبير جدا بينهم الآن. هو طبعا ده من زمان، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، مش من النهاردة. العلاقة بين مصر وروسيا علاقة استراتيجية وعلاقة تاريخية، ويكفي زي ما حضرتك ذكرتي، حضرتك يعني قلتي على عجالة كده نقاط تاريخية في تاريخ مصر. الدور اللي روسيا عملته مع مصر في بناء السد العالي، في حين ان الاخرين امتنعوا، مساعدة مصر في التسليح او بناء الجيش اساسا في مصر، يعني عايز اقولك ان كان قوامه هو الاسلحة الروسية. انت لما دخلتي حرب فعليا، اشتباكات فعلية، انت اللي كان معاكي كانت روسيا، السلاح اللي معاكي، الذخيرة اللي معاكي كانت روسية. العلاقات بين مصر وروسيا علاقات استراتيجية، مش عايز اقول هي الاهم، وهي الحليف الاكبر لمصر. طبعا ده امتداد ليها. جميل ان الرئيس السيسي والرئيس بوتين يعني مستوعبين ده وبيدعموا ده كويس جدا، ومحافظين على ده والاستمرار في ده، وده برضو يعني بيشير الى نجاح العلاقات الخارجية المصرية. يعني احنا اتذكر من فترة كان في لقاءات بين مصر وبين اعضاء او ممثلين للناتو، فمصر محافظة على علاقات متوازنة مع جميع الاطراف. روسيا بتدعم مصر في طموحها واحلامها النووية، طبعا ده مشروع للمستقبل بشكل كبير. يعني الاجيال القادمة هي اللي هتجني ثماره اكتر مننا. موضوع مهم جدا. تخطيط المفاعلات او الاجزاء الاربعة المكونة للمشروع داخل فيها ايدي عاملة مصرية. روسيا مرحبة بانها توطن التقنية النووية في مصر، في مدرسة جوه مكان الضبعة، في مدرسة في مكونات مصرية قد تصل الى 20 او 24% على ما اذكر في بناء المفاعل. فانا شايف ان دي اهمية قصوى. المجال ده احنا بعيد عنه. شيء مهم جدا انك توطني الصناعة دي، العلم ده، ان هو يتوطن ويبقى موجود عندنا. ده شيء مهم وحيوي جدا، وربنا يسر.
ان شاء الله، ويوم اكيد هنتابعه يوم مهم، واكيد المصريين كلهم هيتابعوه، ولانه يوم من الايام هتبقى تاريخيه في حياه مصر. أكيد ان شاء الله. طيب عايزه اروح لاخبار مجلس الوزراء، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس استعرض خلاله أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أكد رئيس الوزراء على أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص سواء بإقامة مخازن أو مراكز لوجستية وغيرها. الاجتماع ده مهم لأنه يعني اسمح لي أستاذ إسلام، يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي. إحنا يعني التصدير لو نتكلم على عملة، يعني أنا عندي مصادر العملة قلت بشكل كبير، سواء نتكلم على تحولات المصريين بالخارج، السياحة أوكي المؤشرات بتقول إنها أفضل من السنين اللي قبل كده، بس الأحداث حوالينا يمكن مأثرة بعض الشيء. قناة السويس برضو انخفضت إيراداتها نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر وتغيير عدد كبير من السفن والشاحنات إنها يعني تتوجه حول البحر الأحمر من ناحية أخرى، رأس الرجاء الصالح. طيب يبقى أنا قدامي إيه؟ التصدير. يعني أنا يمكن ده باب بالنسبة، وأعتقد أن الاهتمام به يجب أن يكون مكثف هذه الأيام بالنسبة للتصدير، يعني وخاصة أنه طالما اجتماع المجلس الأعلى للتصدير وهيقدموا ورق الاستراتيجية قدام السيد الرئيس، يبقى أنا الملامح واضحة قصادي، لأنه ده ممكن المنفذ اللي ممكن يعوض بعض الشيء النقص في العملة اللي جايالي من مصادر أخرى. بصي، هي يعني مسألة العملة في مفردات كتيرة حضرتك قلت منها نقص تحولات المصريين، ده باب في حد ذاته لازم يدرس، يتعرف ليه المصريين بطلوا يحولوا عملة أو قلت نسبة العملة اللي كانوا بيحولوها عن طريق المصادر الرسمية. ما هو معروف أو يعني لازم يبقى معروف ده ليه. ما هو معروف، معروف ايه السبب؟ لازم الدولة تعالج السبب. لو الدولة عارفة السبب تعالج بقى، بس السبب ما هو معروف، معروف للجميع، لازم الدولة تعالج السبب. دي أول حاجة. تاني حاجة مسألة إن أنا بصدر، هي يعني ما فيش عربية بتمشي على عجلتين وبتسيب عجلتين، هي منظومة متكاملة. أنا النهاردة الكلام ده كله هدفه إيه؟ إن أنا أحسن ميزان المدفوعات، إن أنا أحسن الميزان التجاري بتاعي مع العالم ككل ومع الدول بشكل ثنائي. إذن أنا عشان أنجح في إن أنا أحقق دوت، مش هينفع إن أنا أعمل جزء وأسيب جزء. الجزء اللي المفترض بيتعمل ان انا بزود الانتاج المحلي سواء الزراعي او الصناعي، فبالتالي انا بقلل الاستيراد، يبقى ادي اول جزء من العجله اللي بنقول عليها او من العربه اللي بنقول عليها. بقلل الاستيراد يبقى انا كده خفضت خروج العمله من البلد، خفضت حاجتي للعمله الاجنبيه لشراء احتياجاتي. الفائض اللي عندي من التصنيع او الفائض اللي عندي من الزراعه بيتصدر، يبقى انا وفرت عملة جديدة. يبقى المفترض قبل ما اتكلم في زيادة صادرات، المفترض بتكلم في زيادة انتاج، وان التصدير يكون من فوائد وليس من اساسات عشان ما تعملش ازمة داخلية. يعني التصدير دايما لازم زي ازمة البصل بالظبط كده. يعني انا ما اخدش منتج محلي السوق المحلي محتاجه، على فكرة مش احنا اللي هنعمل كده بس، دول الهند عملت كده ودول كثيرة عملت كده، كانت بتيجي في لحظات معينة هي مشتهرة او سمعتها في العالم انها مثلا بتصدر الارز او بتصدر منتج معين، فبيجوا في ظروف معينه في احوال اقتصاديه غير مواتيه يقول لك لا انا هوقف التصدير لان السوق المحلي عندي اهم من فكره التصدير. الهند والسكر بالظبط مثلا، يعني شفنا قالت انا مش هصدر خلاص. الصين والهند جم في ازمه كورونا قالوا احنا هنوقف التصدير، وبالذات المنتجات الزراعيه او المنتجات الغذائيه وقفوها.
يبقى هي المسألة هي منظومة متكاملة، مش هينفع أبص على جزء وأسيب الجزء الثاني. أنا عشان ينجح خطتي للتصدير لازم يكون عندي خطة ناجحة للإنتاج وزيادة الإنتاج، وإن أنا أغطي السوق المحلي، فبالتالي أنا بقلل الاستيراد. وبالتالي لما بعد ما غطي انا اقول لك ايه، لو قللنا الاستيراد، لو يعني غطينا السوق المحلي وقللنا الاستيراد مش هيبقى عندنا ازمه عمله. لا، في نفس الوقت لما حضرتك بتقول ازود الانتاج، ازود الانتاج معناها دعم القطاع الخاص، دعم القطاع الخاص بجديه. اه طبعا. يعني ما هو انا القطاع الخاص ده هو اللي هينتج لي. طبعا. فانا كمان احنا لو بنتكلم، هناك العديد من المصانع المتعثره، هناك العديد من المصانع المغلقه، هناك العديد من المصانع اللي بتعافر علشان تنتج. طيب ما هو انا لازم ادعم بقى القطاع ده بشكل كبير، القطاع الخاص بجد، علشان اقدر اعمل الموازنه او التوازن ما بين ده وده. هو انا مش عايز، انا عايز اقول لحضرتك يعني في عقبات شيلها بس ما تدعمش، شيل العقبات اللي موجوده، شيل العقبات اللي موجوده قدام الاستثمار، شيل العقبات اللي موجوده قدام يعني العملية بشكل كامل، أو يعني خلي المناخ أفضل شوية، هتلاقي المسائل مشيت بشكل حتى لو مش كويس. مستثمر خارجي، المستثمر الوطني بتاعنا، يعني بتكلم على المستثمر الوطني. لو مستثمر الخارجي مستني فرصة عشان ياخد أقل سعر، ولا قاعد بيتلت عليا، يعني خليني أقولها بالدرجة. طب ما أنا عندي مستثمر وطني أدعمه وأساعده وأخليه يطلع بالظبط. يعني دي نقطة في غاية الأهمية. يعني انا مش عايز اقول ان هي المساله، احنا لما بنيجي نتكلم على الاستثمار بشكل عام حضرتك بتقول ايه؟ مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار ده يعني انت بتتكلمي عن حياه كامله، بتتكلمي عن كذا حاجه، مش مجرد قانون هطلعه، او مش مجرد اجراء هعمله، او مش مجرد قرار هيصدر فهتبقى تاني يوم الحياه وردي والاستثمار والمستثمرين جايين. يعني في عقبات بتحصل، وانا بقول لك من ضمن العقبات ديت كان ان بدا المصريين بالخارج ما بيدخلوش فلوسهم البلد من الطرق الرسمية نتيجة هذه العقبات. ابحث انت عن العقبات دي وزللها، سهل الطريق للناس انها تنتج، سهل الطريق للناس ان يبقى عندك فائض في الانتاج. وبعدين حماية الصناعة بتاعتك الوطنية، لما يبدأ مستثمر محلي يبدأ في الانتاج بيفيد الدولة. انا مش عايز ارجع لأحلام كنا بنقولها زمان، اللي هو المفترض يكون في خطة شاملة، أنا بجيب إيه، إيه اللي أنا بستورده، والدولة بتدعم ناس وبتدعم مصنعين جدد وبتدعم تفتح مصانع جديدة. أنا عايز أقول لحضرتك إن في حاجات أنت بتستورديها لو بصيتي على تصنيعها، يعني عايز أقول لك تكاد إن أي حد ممكن يعملها في بيته، ومع ذلك أنت بتستورديها. يعني من أول القلم الرصاص للأستيك للحاجات المنتجات البلاستيكية اللي هي بتتعمل بمكنة، القصة كلها ما تجيش مليون جنيه، الحاجات دي كلها انت بتستورديها اكتر من 4900 منتج. ما تساعدي الناس انها تعمل ده وتنتج دوت، ويكون في مساعدة بجد، مساعدة حقيقية، يعني يبقى في توسع افقي في الصناعة. الدول اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت شرق اسيا والدول اللي نجحت، هي نجحت بالتوسع الافقي وليس الرأسي. صحيح. يعني لما تيجي الدولة تقدم مساعدات للتصنيع للشباب، ما يجيش يعني زي ما بيقولوا دايما الشيطان بيكمن في التفاصيل، والكلام ده اعتقد الحكومه عارفاه كويس وحصل قبل كده، ان كان في مبادره جيده جدا من الدوله لان الشباب تدخل في مجال التصنيع ويقفوا على رجليهم بنفسهم. اللي حصل ان كانت الناس بتروح تاخد القروض بتاعت المشاريع الصغيره، فكان بيفاجئ بالبنوك بتطلب منهم طلبات مستحيله. يعني انا النهارده راجل بتغير من او بتحول من الوظيفه لان انا عايز ابقى مصنع، اجي رايح تقول لي هات لي سجل ضريبي دافع ضرائب مش اقل من 2 مليون او 3 مليون على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتت. طب يبقى انت كده بتشجع مين؟ انت بتشجع اصحاب المصانع اللي موجودين، ده اللي اسمه بقى التوسع الراسي. يبقى انت بتقفل الباب قدام الشعب ان هو يتحول للتصنيع، بتقفل الباب قدام الشباب ان يكون في دماء جديده وان يكون في عندك تصنيع، والمفترض ان في خطه، الخطه دي تبدا هات شوف يا باشا احنا بنستورد ايه؟ ايه اللي نقدر نصنعه من الكلام دوت؟ وازاي نساند الناس ونساعد الناس انها تصنع الكلام دوت؟ بدات تصنع، اوقف الاستيراد. اوقف الاستيراد بتاع في حاجه اسمها حمايه للصناعات الوطنيه، بتبدا بسنتين ثلاثه اقصى حد خمس سنين انها تقدر تنافس المنتج الاجنبي. لازم تعمل ده. لازم يبقى عندك الاول اكتفاء ذاتي، ولازم تغطي السوق المحلي، وبعد كده هتلاقي الاستيراد جاي لوحده بشكل تلقائي، وخاصه مصر عندها التصدير، سوري. خاصة مصر عندها سوق واسع جدا وكبير جدا ومرحب بالمنتج المصري اللي هو أفريقيا،
افريقيا والدول العربيه مرحبين جدا بمصر. من الواضح اهو باقامه مخازن او مراكز لوجستيه في عدد من الدول الافريقيه، يعني ابتدى يفكر لافريقيا. لازم تتحرك، يكون عندك ما تصدره، يعني الحركه اسرع. كمان يعني لازم يكون الحركه اسرع، يعني لازم يكون عندك طيب ما تصدره. استاذ اسلام، يعني قبل ما اسيب النقطه دي، يعني طب ما احنا عندنا العديد من الصناعات، خليني اقول الاقتصاد الموازي، يعني الصناعات بير السلم، ما اروح للصناعات دي وادعمها واديها جوده معينه واديها ده وادخلها ليه؟ يعني احنا بقالنا كتير بنتكلم على الاقتصاد الموازي ده، وانه ده اكبر من الاقتصاد الرسمي بكتير. طب هقول لحضرتك على حاجه، يعني كده انت هتجريني الحاجه اقولها. انا من فتره قريت خبر قال لك ان تم القبض على ناس عامله مصنع من مصانع تحت بير السلم بتصنع حقن وسرنجات وبتبيعها للمستشفيات. حاجه طبيه وحاجه لازم. طب وانا اقبض عليه واسجنه ليه؟ لما انت قدرت تصنع حاجه احنا بنستوردها، طب ما اجيبه واعلمه واقول له انا ده اللي عايز اجيبه، اقول له انا مواصفاتي كذا لازم وعايز تكون معقمة كذا، ولازم يكون بالزبط. ولازم يكون في مواصفات طبيه لانك بتصدر او بتورد لمستشفيات بالزبط. ليه انا ما اجيبوش واستفيد منه؟ يعني انا بامانه الخبر طبعا هو مخالف للقانون وكل صح. حاجه بس صح. احنا عايزين نتعامل مع المساله بعقل اوسع شويه. يعني انا مش واحد تمكن ان هو يوصل لحرفه والصنعه لحاجه انت بتستوردها صح. صح. ان انا اجيبه واسجنه، يعني ده مسجون مثلا او اتعاقب او اتوقف لمجرد ان هو بيعمل ايه في الاول وفي الاخر؟ هو بيصنع وبيبيع، لا بيسرق ولا بيتاجر في ممنوعات، هو بيصنع وبيبيع. طب هو بيصنع غلط، طب هو مش بيراعيش اشتراطات صحيه صحيح. او مش مدرك ده، طب ما انا اجيبه واعلمه وادعمه وده بعد كده هو اللي هيصدر. صحيح. انت حضرتك متخيله الحاجات البلاستيكيات البسيطه ديت، الخراطيم بتاعت المحاليل، الحقن، اكياس الدم، الحاجات البلاستيكيه دي كلها تصنيعها سهل جدا، والسوق الافريقي متعطش للمواد دي لان هو بيستوردها من الصين وبيستوردها من دول بعيده. بيقول لك على الاقل في مصر ده ممكن توصلني بري، يعني انا هوفر في تكلفه الشحن، انا ممكن توصلني بري كمان، لا انا محتاج طيارات ولا انا محتاج بواخر وسفن. ليه انا ما ادعمش ده؟ يكون في رؤيه جديده في التعامل مع هذا الامر، وانا ما زلت مصر ان مش هيبقى في صناعه بجد الا بالتوسع الافقي. صحيح. طيب خليني اقرا كده خبر، هذا الخبر من موقع، يعني هو لم يعلن رسميا، وهو موقع اكسيوس الامريكي. كشف موقع اكسيوس الامريكي ان بريت ماكوغرك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور مصر هذا الأسبوع، ثم يقوم بزيارة قطر، وذلك لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في مفاوضات الأسرى. أشار الموقع إلى أن هذه الجولة هي جزء من جهود إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة تتعلق بإطلاق سراح الأسرى، ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة. وتعد هذه هي الزيارة الثانية لماكوغريك للمنطقة هذا الشهر لمناقشة القضية، وسبق أن قام بزيارة الدوحة سريعا في 9 يناير. أنا أعتقد أن هم زيارة بايدن دي، أو زيارة عفوا مش بايدن، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، هي يعني زيارة علشان فك الأسرى عشان خاطر الانتخابات الأمريكية، ليس يعني مش عشان خاطر الأسرى ولا عشان خاطر أي حاجة. لكن هم لازم يعرفوا انه الجانب الاخر، الجانب الفلسطيني، الجانب اللي في غزه او الفصائل المقاومه قالت لك مفيش. يعني هم كانوا في الاول عدد الاسرى 160، مع اللي تم تسليمهم، مع اللي توفى، مع 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 هم وصلوا تقريبا 102 103 يعني حاجه زي كده، يعني العدد قل. بس قالوا لك لا احنا كده مفيش لغايه ما وقف اطلاق النار. هل انت جاي في جوله ترويجيه علشان يعني ايه؟ انت جاي لقطر ومصر عشان تضغط على مصر وقطر. طيب ما هي المقاومه، هي المشكله في المقاومه، ولا انتوا خلاص ما بقيتوش عارفين تكلموا معاهم يعني، ولا طيب ولا ايه يعني؟ بحساب الاهداف والنتائج نشوف مين اللي انتصر في المعركه الدايره. احنا صحيح شايفين مذابح بترتكب من الاحتلال، بس هو بيرتكبها ضد المدنيين العزل، بيروح على مراكز قاعد فيها لاجئين، بيروح على مستشفيات بيضربها، ده نوع من الجبن والخسة وليس قتال زي بيتقال رجل لرجل. قتال الرجل لرجل أعتقد إسرائيل خسرانة فيه كتير جدا،
هو كل ما أبدوه من قوة أبدوه على الأطفال والنساء والمستشفيات، لكن الاشتباكات الحقيقية على الأرض أمام قوات المقاومة الفلسطينية، إسرائيل خسرانة، هم يعلموا هذا جيدا. هناك خلافات قوية جدا، وكادت من يومين تصل للاشتباك بالأيدي بين وزير الدفاع لقوات الاحتلال، ده لما اقتحم مكتبه وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء. هو نتنياهو يعني احنا لو بس ننتقل للجانب الاخر شوية، هو نتنياهو خدع شعبه وبيغافل شعبه وبيفتعل هو ومجموعة، يعني عايز اقول ان هم شوية مصالح كده مختلفة. يعني نتنياهو عايز يفضل قاعد على الكرسي اكبر فترة ممكنة، عايز يغلوش على التحقيقات الجنائية اللي هو متعرض ليها واللي هو هيتحبس بسببها وهيطلع وهيتشال من الحكم بسببها. فهو عنده خطة، انا مش عايز اقول انها خطة سياسية ولا خطة عسكرية، هي خطة واحلام شخصية ان انا افضل شاغل كل اللي حواليا بالحرب لمدة سنة، يبقى انا ضمنت ان انا هو قاعد. قال امبارح، انا سمعت له كلمة، قال امبارح انا الحرب دي ممتدة لغاية اوائل 2025. هي من قبل ما تبدا، وكان الكتاب والمحللين اليساريين في اسرائيل كانوا بيقولوا ان نتنياهو بيفتعل ازمة تضمن له البقاء وتضمن يعني قنبلة دخان كده على موضوع المحاكمات والانتهاكات الدستورية اللي هو عاملها، غير الفساد ومحاكمات الفساد اللي هو نعم. معرض ليها. انما فعليا على ارض الواقع حماس قالت لو عايزين يبقى في تبادل اسرى اوقف الحرب، اوقف القتال، تبقى حماس ويبقى قادة حماس داخل غزة وتفضل حماس هي المسيطرة على غزة. شروط حماس هي شروط منتصر وليست شروط مهزوم. يعني انا ادعو المقاومة الفلسطينية التمسك بشروطهم، هم لم يتحركوا سواء الاحتلال او الجهات والدول المؤيدة للاحتلال لا تتحرك فعليا الا من اجل اخراج او الافراج عن الاسرى. وفي جانب تاني يمكن ما اتطرحش او ما القاش عليه الضوء، ان في اسرى عسكريين. العمليات العسكرية اللي اسرائيل بتعملها في غزة غير القتلى والمصابين اللي بيقعوا منهم، بيقعوا منهم اسرى. فنتنياهو بيعاني من ضغط رهيب جدا من اهالي الاسرى، من التيارات السياسيه داخليه. ولكن برضو عايز اقول ان المعارك دي من قبل ما تبدا، وعايز اقول لك من قبل ما تندلع بست شهور كانوا بيتكلموا عن ان هم يستردوا ارض غزه، وان احنا لابد ان احنا نضحي وهيكون في ضحايا ونتحمل هذه الضحايا. ولذلك هو اليمين الاسرائيلي، الحكومه المتطرفه، هو مش فارق معاه الاسرى، ده هو الكلام اللي بيقولوه دلوقتي ده بس عشان يسكت المعارضه في الداخل عنده ويسكت اهالي الاسرى والضغوط اللي بيتعرض ليها بايدن والضغوط اللي بيتعرض ليها نتنياهو في الجزئيه دي بس. فبالتالي انا يعني اؤكد على ان المقاومه الفلسطينيه تتمسك ان مفيش وقف، مفيش افراج عن اسرى قبل وقف اطلاق النار وقبل انهاء الاعتداء وعوده المواطنين الفلسطينيين الى ارض الى اراضيهم والى بيوتهم، والا فالمعركه مستمره. لان هو كمان بيقول لك في المفاوضات تبادل الاسرى وما شابه، ماشي هفرج عن 100 اسير تابع لاسرائيل وهفرد لك عن 200 اسير فلسطيني. ده هو اسر من 7 اكتوبر 6000 لغايه دلوقتي. ال 200 الاسير الفلسطيني اللي بيفرج عنهم دول بيعتقلهم تاني يوم او بيروحوا يهدوا بيوتهم. يعني كان في لسه احد الاسرى خارج في نفس اليوم كانوا بيهدوا بيته في خان يونس تقريبا. طيب هنشوف الايام هتسفر عن ايه. انا بشكر الكاتب الصحفي الاستاذ اسلام الشافعي مدير تحرير جريده الوقت. شكرا. انا دي.